خطوات متقدمة في ما يسمى صفقة العصر رغم موجة الرفض. مسيرات حاشدة وغاضبة تعم المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضا لصفقة القرن. الفلسطينيون في الداخل والخارج في حال غضب عارم ورفض تام لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي. في لبنان عم الإضراب العام والشامل للمخيمات الفلسطينية في الجنوب، حيث أغلقت المؤسسات التجارية والصناعية والتربوية ومؤسسات الأونروا، وخرجت مسيرات شعبية حاشدة رفعت فيها الأعلام والرايات الفلسطينية واللافتات المنددة بالصفقة، أكد خلالها الفلسطينيون رفضهم لصفقة العار وتمسكهم بكامل حقوقهم الوطنية.